زوم سانتي. زوم سانتي. في زوم سانتي استنست بينا بتحقيقاتنا الميدانية والطبية، ومازلنا متابعين للحملة الوطنية للتلقيح ضد الحصبة. هذا وأكثر كان تلقت البارح على مستوى وطني، وين وصلت ولاية القيروان، قديش كيفاش، أكثر التفاصيل باش نعرفوها مع الدكتورة راضية دبغي الجودي كهيئة مديرة الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بالقيروان. دكتور أهلا وسهلا. مرحبا رحيم ومرحبا مستمعين الحياة الثانية. في يومنا الثاني القيروان انطلقت في حملتها للتطعيم ضد المرض الحصبة للفئة العمرية ما بين 26 و 34 سنة. صحيح، معناها كما انطلقت على المستوى الوطني الحملة الوطنية ضد الحصبة اللي هي تتراوح ما بين 3 جانتي و 5 جانتي، تهم الفئة العمرية اللي أعمارهم ما بين 26 و 38 سنة، وذلك لتعزيز الحصانة المناعية لها الفئة العمرية هذه. إن رحيم تعرفوا منيح كونه احنا بلادنا شهدت في 2019 موجة وبائية صغيرة الحمد لله أسفرت على حوالي 4000 حالة في جمهورية تونسية، منها أبطخي 49 حالة وفاة. قروان سجلنا قرابة 650 حالة غجار، والأسف سجلنا 5 وفيات خاصة ضمن الصغيرات. دونك الحملة هذه هي معناها مواصلة للحملة التلقيح في 2019 كانوا للفئة العمرية اللي أعمارهم ما بين 6 و 11 شهر، وكذلك للفئة العمرية بين عام وخمس سنين اللي ما يستكملوش التلقيح. احنا في القروان بدينا اون باغتي لاباس بها بالنسبة لمهني الصحة اللي وقتها تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 35 سنة. دونك هكا علاش باش نواصلوا الحملة هذه في كل جل المراكز الصحة الأساسية بمدينة القيروان، وكذلك في الرعاية في مركز الرعاية الأم والطفل بالقيروان. به دكتور، معناتها اللي يسمع في أنا اليوم يمشي لأي مستوصف قريب له ينجم يلقح؟ اكزاكتومون. شكون هما المستهدفين هذوما؟ العباد اللي هما ما مرضوش قبل بالحصبة، حنا نعرفوا مرض الحصبة براتيكمون اللي مرض به معناها فما ايميونيتي معناها افي براتيكمون، والا ما يتذكرش هو كونه لقح. دونك هذوما هما المعنيين باش يمشيوا يلقحوا. به دكتور، فما اقبال على الاقل في يومنا الاول والثاني على عملية التلقيح؟ والله حقيقة احنا اون ديبلاسي فما دي ريجيون مثلا كيما الدائرة الصحية بشرات تحولوا حتى المناطق معناها الصناعية، والحق ما فما حتى ايش معناها فما شكون اللي يقول لك لقحته، وفما اللي اعمارهم ما همش بين 26 38 سنة. مش شكون بلو اورغانيزي، احنا كل دائرة صحية عملت ميكرو بلون خاص بها كومو ادوا سيبلي هاتش الشريحة العمرية هذه من بين 26 و 38 سنة. إن شاء الله في هنا آخر الجمعة بداية الجمعة الجاية يكون عندنا عدد لباس به بالنسبة للملقحين من 26 و 38 سنة. نعود نذكروا أنه راهو نجموا في فرد نهار نلقحوا بالتلقيح نتاع الحصبة والكوفيد. إكزاكتومون، نجموا ما فماش ما لقحوا، يعني نجموا نلقحوا في اليد هذه الكوفيد. ونجم نلقحوا في اليد الاخرى هو الرجال. به دكتور، شكون الاستثناءات فيما يخص التلقيح ضد الرجال ضد الحصبه؟ هما الاستثناءات اللي يعرفوا رواح ملقحي اللي مرض معناها قبل، فما الامراه الحامل معناها هي مستثناء خاطر معناتها فاكسان ليفون اتينوي، وكذلك الاشخاص اللي عندهم معناها ايسون ايمونو ديبريمي واللي هو الطبيب يمنع كونه يلزم التلقيح بالنوعين نتاع الفاكسان هذوما. هذوما الاستثناءات اللي موجود. أيه. به والهدف من التلقيح، نعاود نذكر مره اخرى الدكتوره راضيه دبغي الجودي كهيئة مديره الصحه الاساسيه بالاداره الجهويه للصحه بالقيروان، هو تعزيز المناعة لا اكثر لا اقل. اكزاكت، ما هو يقول علاش ما بين الشريحه العمريه 26 38 سنه. فما الحصيله نتاع الموجه الوبائيه اللي جات في 2019 هو شمله الاشخاص اللي اعمارهم ما بين مثلا اقل من عام، وشمت التغيرات، وكذلك شمت اعمارهم اكثر من 25 سنه. كذلك فما بحث وقع معناها شافوا كونه الفئه العمريه هذه حصانه ضد مرض الحصبه هو ضعيف، دونك هذاك علاش احنا البلون داكسيون انه نعزوا في الحصانه المناعيه ضد الحصبه خاصه الشريحه العمريه اللي هي ما بين 26 و 38 سنه اللي هي تمثل اكثر في الوباء هذه، وكذلك
كذلك المناعة نتاعهم ضد الحصبة هي شبه ضعيف. باهي، نعرفوا اللي في العامين هذوما كانت الأولوية للكورونا معناتها الدكتور، ولكن في العامين هذوما ما ظهرتش كان معدل الإصابة بالحصبة عادي حسب كيما كل عام في ولاية القيروان وفي تونس دكتور. هو رحيم احنا عندنا ان سيستيم يعرفوه الاطار الطبي والشبه الطبي خاصه في الحصوص الاماميه، هو سكون ابيل سورفيلانس دي روتي، يعني كل صغير كل شخص يجي عنده سخانه مع ان غل مع طفح جلدي مثل نوع الحبوب الحمراء تبدا في الوجه وتنتشر لداخل الفم، بيان سور يقع ديكلاراسيون على تلفيش هذيك سكون ابيل سورفيلانس دي روتي، ويبقى اتصال بين احد الاداره الجهويه ونعملوا التحليل سواء كان تحليل دم والا تحليل كيما يشبه شويه للبريفمون نتاع الكوفيد، ونثبتوا اسكو اون روجور والا لا، اذا كانت روجور نعرفوا منيح يلزم اريكسيون، اذا كان صغير يخرج معناها من المدرسه يقعد معناها في داره حتى يبرا، وكذلك نشوفوا المخالطين نتاعو اذا كان المخالطين نتاعو ماهمش ملقحين نجموا نلقحوا له. السيستم هذا يا رحيم هو ديبي لونتو معناها عندنا في البرنامج الوطني للتلقيح، يعني يراقبوا فيها توسكي سخانه مع طفح جلدي. واضح، وبمراقبتنا هذه ما كانتش فما معناتها ارتفاع في نسبه الاصابه او الحمد لله لا، احنا بالنسبه في قروان الحمد لله معناها ما جاتني حتى ديكلاراسيون دون سيستم. دكتورة راضية دبغي الجودي كهيئة مديرة الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بالقيروان، نشكرك على تدخلك معنا والتوضيحات والتصريحات اللي كنت قدمتهم لنا في زوم سانتي. هذه متابعتنا للحملة الوطنية على مستوى ولاية القيروان فيما يخص الحصبة، هذا وأكثر تعاودوا تستمعوا على الباج وفي سير فيسبوك إذاعة الحياة إذاعة القيروان للصحة. زوم سانتي.